جي جي يا مرجي، ما هو شبك؟ جي جي جلسي جي، اشتي احاكيش كلام ضروري. ايش اشتي احاكيش بحاجة، بس مش تتكلمي حد. لا هي قول ما هو، بس اشتي تقولي ان انت ما تكلمش مخلوق، لان انت يا البنات يعني ما شاء الله عليكن لا قبسلك ان اخبر يسمعوا بأمة الصلاة. والله ما حاكي حد، ما هو الموضوع. طيب دام انت حلفتي حلو، اشتي اسألش يعني من اكثر واحد من الجهة الحق انا بتحبيه؟ انه هذا السؤال حقك اللي منور بتقول احلفي ومدري ما هو. ايوه هو هذا السؤال حقي، بين احب جهالي كلهم ما بينش افرق فيهم لا صغير ولا كبير. بس اكيد بواحد بتحنجيه، به واحد بتعامليه معاملة خاصة. ما بس بين احب جهالي كلهم، ان قلب الام بيتسع بجهالا كلهم. سبحان الله العظيم، والقلب الام هذا الحنون، يعني اذا جاء يوم من الايام يعني وقلب الزوج يتسع لاربع نسوان، دائما انت بتحبي جهالنا فهو قد يكون طبيعي. ما استنيتي اربع نسوان؟ ما لي صلى على النبي، انا بنام. كات يا الله حيلا. شباب الحين جهزوا لي اللوكيشن حق المشهد رقم 30 على طول. ايش من لوكيشن من الشين تحشى عشا ما تشعشع؟ صح انك نجاوي، بس انت ركز لي على الشخصيات الاساسيه. ايوه عذرا الرقم الذي تتصلون به قد يكون مقدرا على الزواج او يمكن قد تزوج، يرجى محاوله الاتصال لاحقا. مشهد ايوه مشهد 30 قلتوا على انه الزواج يا خلاص يلا تحرك باقي بس هذه ما تشين شخصيه هذا حق المشهد يكون 30 جاهزات الاساسيه ايوه الشخصيه الاساسيه ما يتصل الله التالي ما بتقول المره هذيك مش مرته ايش من مره موبايل ايش دخلنا منها بتقول هذا الآدمي حيتزوج أو قادم على زواج. أنا إيش دخلني أنا من هذا الموضوع؟ أنا أشتي لوكيشن جاهز وشخصيات جاهزة. أوبا الغبان طمن. تطمن؟ أشتي لوكيشن وشخصيات جاهزة. ناهي. شاركوني. كت 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 كت. يا أستاذ ما يطلعوش البندق هكذا، اقلبه. يلا عيد المشهد. والله ما ندري رحت البندق صح ولا غلط. ايش بدل الحين نسيت الحوار. شاركوني. شاركوك في مدفع جقمك لان قم انا نذرتك. شاركوني فرحتي في تاريخ كات يا ابني حتى النص حقك مش حافظ له. سطرين احفظهن. ايش فيك انت ما قد تزوجت من قبل ولا كيف؟ ماشي والله ما قد تزوج. يلا عيد المشهد هذا من جديد. وانت واصل بتضحك؟ اخر مرة يا منصر لو سمحت. اسمعوا الخبر ما هوش تمثيل، الخبر حقيقي. عرسي في تاريخ 30/10/2020. اشتي الكل يحضر، الكل معزوم، الكبير الصغير البعيد القريب القاصي والداني كلكم هانا. ويا سلام، شاركوا منصر فرحته في يوم الجمعة بتاريخ 30/10/2020. كات مالك ياسر خربت لك دقت كانت سابرة. مالك يا كات وانت صدقت روحك انك مخرج اسمع لك ولا تمثي. ايوه وانت ما بتفعل شاركونا فرحة الغالي منصر ابو علي المجل والسمرة يوم الجمعة تاريخ 30/10/2020 في صالة روز باريس. والمجل والزفة يوم السبت تاريخ 31/10/2020 في صالة أسد الشام. لا تنسوا يوم الجمعة نحضر جمعة واللي عاد أخر ما عالقش بقعف وارحبوا فوق العين فوق الراس.
إنها صدق عرس من السار. أيوه ما قصدك. والله لا نخطأ. ناخذ على النخطأ وإحنا صناع. صح عم خايف عن حاكي صاحب المحل بالزنا. أيخصم علينا مجنون. سهلة مش نسير العرس. بعدك.